عبر الإنترنت هو من أكثر أنواع العنف الذي مورس على النساء في المنطقة العربية في ظل جائحة كوفيد-19. في هذا السياق نقدم لكم خلال الأيام المقبلة وضمن حملة 16 يوماً من الحراك ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي حلقات قصيرة تعيد سرد قصص حقيقية لنساء وفتيات من العالم العربي وقعن ضحية العنف على الإنترنت. معظمهن رفضن التبليغ عن المتحرش خوفاً من الأسرة أو المجتمع، وذلك سعياً منا إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع والتأكيد أن العنف مرفوض بجميع أنواعه، سواء وقع ضحيته امرأة أو فتاة أو طفل أو رجل، وأن الضحية ليست بمجرمة.